زوار مساء الجهة الكرام من تراب جماعة السليحية الزعير وتحديدا من دار الشباب بالسليحية الزعير، حيث ننظم المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية حملة وطنية للوقاية من التطرف العنيف. يسرنا أن نستضيف الأستاذة أسماء الصبار مديرة البرامج بالمركز المغربي للدراسات الاستراتيجية ورئيسة الشبكة الدولية لمحاربة التطرف عند النساء. نعم، ماذا أستاذة عن هذه الحملة التي ربما في نسختها الثانية؟ نعم، هي الحملة فعلا في نسختها الثانية، فالأولى كانت جهوية، كانت حملة جهوية لمحاربة التطرف، والآن حين من نجحت رجعت حملة وطنية لمحاربة التطرف العنيف، وهي بشراكة مع الفرع المغاربي لهيئة الأمم المتحدة للنساء أونيفام. نعم، بالأمس انطلقت بالحبابي قاعدة الحبابي بتمارة، اليوم بسليحية الزعير، أكيد أن عندها محطات أخرى، ما هي الرسائل وما هي الانتظارات؟ نعم، إذا هذه الورشة هذه الحملة هذه في كل جهة من المغرب كتلخص في جوج ديال الأنشطة. النشاط الأول هو كتكون ندوة مفتوحة للعموم، كيأطروها أساتذة مختصين. الندوة اللي كتميز اللي كانت في جامعة تمارة بالأمس كانت مؤطرة من طرف رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمد بن حمو، والأستاذ مولاي أحمد البوكيلي، والأستاذ فضيلة الأستاذ السكنفل رئيس المجلس العلمي لتمارة، وفي شخصي المتواضع كرئيسة للشبكة الدولية لمحاربة التطرف عند النساء. إذا كانت ندوة ناجحة بكل المقاييس، بحيث وصلت الساعة 9:30 والنقاش لا زال قائما، والناس مازال ما بغاوش ينهيوا الندوة، بحيث استمرت إلى غاية الساعة 10 ليلا، وهذا شيء صراحة يثلج الصدر وتعبر على الرغبة ديال الساكنة في معرفة المزيد عن التطرف وعن أسباب التطرف وعن كيفية محاربة هذا التطرف، وخصوصا كيفية الوقاية منه بكل ما في للمسؤوليات من معنى، يعني حسب مسؤوليات الجميع في المجتمع. والآن واليوم الثاني هو عبارة عن ورشة تكوينية، وسيكون أيضا تكون هناك أيضا ورشات في جهات أخرى من المملكة، ورشتين تكوينيتين اللي كناخذوا فيهم 30 مستفيد في كل ورشة. هنا تتكون ورشة تكوين للمكونين، يعني لجمعيات المجتمع المدني التي تريد أن تمشي بهذا التكوين نحو الساكنة، نحو والتحسيس والعمل في مجال الوقاية من التطرف. شكرا.